لأنه اليوم أول حلقة لإلي وأنا هيك يعني شوي جديد على الراديو، أول مرة عم بعمل راديو صراحة، شوي عم بنعجق بموضوع إنه نطلع فاصل نرجع نعيم بأشتري بعدين، يعني ببلش أنا ببلش بالستوري تاعت إنستغرام ببلش أصور ولا بتأشتري من بعيد، أبو صلاح بيجي بيحكي معي، فيعني أي هيك عكعكات صغيرة اللي بهاي الحلقة يعني مش بينا يا جماعة. طيب يا جماعة رح أرجع أذكركم كمان مرة بسؤال الحلقة لليوم، سؤال الأحد، كيف كان أول لقاء؟ في معي مشاركة من لينا عم تحكي إنه كان مديري ورح يصير خطيبي، بس قديه بحس إنه صراحة كتير بيكون غريب إنه تتحول العلاقة من ما بين مدير وموظفة لفجأة واحد هو. طيب يا حلوين، هلا في شغلة مهمة كمان بدي أحطكم فيها بالصورة للناس يلي عم تسمعني على الراديو. هلا أنا في عندي كتير مشاركات بتكون واصلة للإنستغرام، ولكن لخصوصية بعض هاي المشاركات فأنا رح أضطر أحكي هاي المشاركات بدون أسماء. المشاركة الجاي أو الجواب الجاي هو من بنت بتحكي والله صدمة مو طبيعية بالفوتوشوب يلي بالصورة إشي وبالواقع طلع مربع طول يساوي عرض. طيب في معي كمان جواب جدا حلو جدا جميل، وكمان رح أخذ هاي الفرصة أنا موجود على الراديو لحتى أبارك لصاحبة هاي الجواب أو هاي المشاركة واللي هي حنان. بكيت كتير أول ما شفت بنتي قبل يومين ولدتها، طبعا أول بيبي إلي وشعور بجنن الحمد لله، إن شاء الله يا ربي إنك بتشوفيها عروس وبتربى بعزك وبتشوفيها أحسن حدا وأكتر حدا ناجح بالجواب. بس مش راح أحكي اسم صاحبة هذا الجواب. كنا بمطار ومعنا نفس شكل الشنطة، وقفنا جنب بعض ومو منتبهين خربطنا بالشناتي، والله بحكي جد مو خيال أبدا. أظن إنه بعدين العصابة لحقتك وصارت تدور على الألماس لأنك أنت بتكوني ماخذيته بالغلط. مشاركات انستغرام، بما انه السؤال صار على الراديو لازم نكون جادين بالاجابه وما نمزح شوي ولا لا؟ لا صراحه ان شاء الله بصير السؤال على المريخ، الغي رحلتي وانا مالي. طيب كمان اجابه موجوده معي من انستغرام، لن اقول سوى الله يحرق الفلاتر اللي الشباب صاروا يستخدموها وبالاخر حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا جماعه رح ارجع اذكركم بسؤال الاحد لليوم، كيف كان اول لقاء؟ كيف كان اول لقاء ممكن يكون مع شريك حياتك؟ كيف كان اول لقاء مع البست فريند تبعك؟ كيف كان اول لقاء مع مديرك، مع حدا انت بتحبه؟ كيف كان اول لقاء يمكن حتى باول بيبي لإلك؟ فشاركونا باجاباتكم واحكوا لنا عن اول لقاء كان لكم انتم بتتذكروه. صار معي المستشاره ولا بلاسي ولا مش متعودة على جو الراديو هات. ولكن حالك التلفزيون بلا الإذاعة صراحة شوي غريب. لا انه انا وانت قاعدين ومربطين بالمايكات والاشياء. المايك شوي غريب فرق. ولا كيف حالك؟ والله ممتازة. ولا انستيني وشرفتيني ونورتيني واهلا وسهلا فيكي بالاستوديو المتواضع استوديو مزاج اف ام، احلى اذاعة بتعرف هيك بتحسي هيك ولا بعدين ببلش هلا في الموضوع. طب اسمع سويت اول شيء بدي احكي لك شغله. I'm so proud of you، كثير فخوره فيك انك هيك عن جد. كيف انتقلت من فكره سؤال على الانستغرام كل احد؟ كنت متوقع انه يصير برنامج؟ يعني صراحه بتعرفي شغلي ولا انا بحب اعمل محتوى، بحب اعمل كونتنت على السوشيال ميديا، وانت بتعرف انا يمكن في عندي الحمد لله انه نوع من انواع الخبره انه بالميديا، انه كنت عم بشتغل مقدم برامج باكثر من قناه تلفزيونيه، فباخر سنتين ثلاث صرت عم بحب انه بعمل محتوى للسوشيال ميديا، خاصه انه انت بتعرف هلا كل حدا خلص معه تليفونه وعم بيشتغل بدخل على السوشيال ميديا وبشوف المحتوى من خلال السوشيال ميديا يمكن حتى اكثر من التلفزيون صرنا. فما كنت متخيل انه انا بقدر انه برودكت او إشي اسمه سؤال الاحد يكون موجود وانه يصفي انه هو عم بيتطور ويروح للراديو. كنت بس انه انا حاب اعمل محتوى، يعني انا حتى عندي على الانستغرام بيكون عندي مثلا سؤال الاحد، في عندي مقارنات كل اسبوع اللي هي مقارنات الاسبوع بتكون موجوده يوم الجمعه، في عندي اغنيه الخميس، يوم الثلاثاء بعمل راندوملي سبورت لاكونتس اللي بتكون موجوده اللي هي اللوكال بزنسز والاشياء اللي بتكون موجوده عندنا في البلد. فبحب فكره انه مش انه انت عندك عدد متابعين لازم انك انت تقدم لهم محتوى غير حياتك الشخصيه ويشوفوك وين عم تاكل وين عم تشرب وين كذا، لا برضه لازم يكون في شيء. مش عم بحكي لك تخترع ذره وتورجيهم، بس انك انت تقدم لهم محتوى مناسب، ما تخلي الموضوع انه يكون طيب كثير سطحي. طيب هو انا حاسه حالي انا المذيعه وانت انا الضيف. مبسوطه انا على كمان صار. كملي اسالي. مبسوطه انت. طب انا سالتك سؤال انت ما صدقت، يعني شو بتحس اكثر نقطه او خلينا نحكي ما بحب انا النصيحه ولكن ايش هيك من تجربتك بتحب تعطيهم تحكي لهم اياه انه بيساعد الواحد لما يكون لسه ببلش بفكره؟ شوفي قبل ما اجاوب اول شيء انا جدا مستمتع انه انا وانت رجعنا على الهواء كمان مره. تتخيلين قد ايش بدنا نعرف بعض من 2015 هلا نحكي عن اول لقاء 2015 14 سنه البلد
شوف يا ستي العزيزة، نصيحتي لكل حدا عنده فكرة لأي إشي وبأي مجال، إنه هو أول شيء لازم يقعد يحط الخطة المحكمة لهذا الموضوع، يكون قادر يفهم إنه كل إشي له ستيجز في الحياة. يعني أنت مش مطلوب منك في البداية، أنت كنت عندك فكرة لتطبيق على التليفون، مش مطلوب منك أنت تبلش فيه يكون زيه زي واتساب، لا. يعني أنت لازم كنت تتدرج بهاي يعني الحرفية تبعتك، بس بدك تكون فاهم إنه أنا عندي مثلاً فيز 1 هي من شهر أكتوبر 2020 لمثلاً شهر أبريل 2021، فأنا بتصير في عندي خطة عمل محكمة بناء عليها بمشي فيها، وما بكسل، ما بكون عارف إنه والله خلص ما هي مفتوحة وأنا يعني ما هو فكرة وممكن تصير وممكن ما تصير. وشغلة تانية إنه أعرف إنه بغض النظر برضو الفكرة بأي مجال إنه في إلها نيدز أو لا، يعني انه في احتياج لهاي الفكره او لهذا الخدمه او للبرودكت اللي انا بدي اعمله للمجتمع اللي انا عايش فيه او لا. فيمكن هدول هم اهم نقطتين. وانا كمان يمكن باكد عليك بشغله، انه لما يكون عندكم فكره اي شاب او بنت بلش فيها، انا برايي مش راح اختلف معك فكره انه لازم تكون خطه، بلش. وما بتعرف مرات احنا لان بنخاف نبلش، بدك تبلش وبدك تكون كونسيستنت. يعني بصراحه معتصر له سنه كل احد عم بحط سؤال. الكونسيستنسي مهمه، انه الواحد يداوم. كم مره طيب جاوبت سؤال احد؟ لازم يعني ننفضل. انت بتحب والبيست فريند ولا ابلاسي وكذا خلال سنه جوابك مرتين. انا اول اسبوعين كنت اعمل سبورت، كنت ادخل في جبهه. بعدين عندي سام، انا بتعرف انا مش دائما. هذا سؤالي لك، تعالي. ولا احنا بنحكي عن اول لقاء، الله يخليلك اياه ويحميلك اياه يا رب، ابنك سام هلا قد صار عمره؟ سنتين ونص. سمسم؟ لا، سنتين. سنتين ما شاء الله. ايش كيف كان شعورك باول لقاء مع سام؟ يا الله سمسوم، يعني اسمح لك احكي لك شوي هيك، نرجع بك انتم معكم وقت للمتابعين. انا من الناس اللي كنت بالنسبه لي، يعني اول شيء الامومه ما كانت حلم. يعني انا من الناس كنت اشوف الزواج والامومه من الاشياء اللي راح تاخرنا في الحياه او ممكن تعمل لنا تشويش. هذا كلام خطير جدا. كنت اشوفه على اثير مزاج فهم. كنت مش من الناس اللي شايفه انه الزواج والامومه هو، يعني كان كثير عندي، كانت حياتي كثير فيها اشياء بعملها وكنت خايفه من كل هاي الفكره. فبس تزوجت بس اجى سمسوم، يعني الحمل لسه كمان نفسه، يعني هلا كثير انا بشعر مع كل الامهات وهيك، لانه عن جد مرحله مش سهلة. بس أنا كمان من الناس اللي مش كتير حساسين، بتعرفني حساسة أنا كتير. أنت ولا أنت ولا إني دخل مشاعر، بس موضوع الأمومة موضوع الحمل وكذا، فإحنا من منبرنا هذا بدنا نعطي تحية كتير كبيرة لكل الأمهات. أعطي تحية لأمي حبيبتي، بدي أعطي تحية لأمها لو طبعا تغريد سهاد لازم. أنت بلاحظ حتى في الأمومة. يا سلام. سؤال الأحد مع معتز خلف على مزاج أحلى إذاعة.